يبعد الأبناء عن الجد ويدفعهم لأن يظلوا عالة لا خير فيه. سألت أحد المقيمين وكان من الهند هندي، سألته وأنا أنظر إلى بعض الشباب ملأوا أحد الشوارع بصراخهم وحركاتهم اللامسؤولة متسكعين يضحكون ملء أفواههم، سألته وأنا أشير إليهم قلت له أيوجد في الهند مثل هذه الظاهرة، شباب متسكعون يستعرضون حركاتهم غريبة أمام الناس ويزعجون المارة لا شغل لهم سوى هذه السفاهة؟ قال في الهند، في الهند الكل يعمل أو يحاول أن يعمل أن يجد عملا، كبيرا في السن كان أو طفلا صغيرا، ولو قامت مجموعات من الشباب بمثل هذه الأفعال لقبض عليهم فإما إلى السجن وإما إلى الإصلاحية. نعم، وهل يتوقع في الهند أن يقوم الأب بالإنفاق على ابنه الشاب وإطعامه إسوته وهو عاطل مستهتر دأبه التسكع في الأسواق وفي الشوارع والدوران بالسيارة؟ إن هؤلاء الشباب المتسكعين لم يجربوا البقاء ليلة بلا عشاء، لم يحسوا بصعوبة الحياة، فالكل منهم يأكل ويشرب من خير أبيه ويتنقل بين المطاعم وحسبه ذلك. يقول ابن خلدون في مقدمته فإن نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم. قال وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة. قال فنجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم وجسومهم. وقال إن أهل الأندلس غالب عيشهم الذرة، والذرة في الغالب أكل بسطاء الحال، فنجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم. ثم قال واعلم أن أثر هذا الخصب أي الترف في البدن وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة، فتجد المتقشفين من أهل الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب. أيها الإخوة، إن القصد من هذا الكلام ليس التقتير والشح على الأبناء كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، لا، وإنما المقصود هو تدريبهم على الإحساس بالمسؤولية، هو إثارة الشعور لديهم بقيمة الأشياء. إنه من السهل لدى الكثيرين أباء أو أمهات، من السهل لدى أحدهم أن يملأ جيب ابنه بالنقود، أو أن يشتري له سيارة، أو أن يشتري له تلفزيونه الخاص المربوط بالدش نسأل الله العافية. لكني أتساءل، هل فكر هذا الأب أو تلك الأم في أبعاد هذا الإغداق على دين ابنه، على أخلاقه، على شخصيته، على تنمية الخشونة والرجولة فيه؟ هل فكر في الاطلاع على مستوى الرشد الذي بلغه ابنه قبل أن تجره عاطفة الأبوة إلى منح ابنه مادة هلاكه أو مادة فساده؟ هل فكر في هذا أم أنه غير مهم؟ غير مهم، المهم أن الولد مبسوط وماكل ومرتاح. ما هكذا نكون أيها الإخوة. إنه ينبغي المبادرة إلى التأمل في هذه القضية بحكمة مجردة من العاطفة العمياء، ينبغي المبادرة إلى ذلك قبل فوات الأوان. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إن المجتمع بجميع مرافقه وأركانه يشارك مشاركة مباشرة وقوية في تربية الأبناء، في إصلاحهم أو إفسادهم، في تدريبهم على الغيرة والرجولة أو تدريبهم على الدياثة والميوعة، في تربيتهم على العزة بالإسلام أو على التلهف على فرعات النصارى وعاداتهم ومآكلهم ومشاربهم. وبما أن المجتمع كله يشارك في هذه المؤثرات فإن المسؤولية مسؤولية الجميع، الجميع بلا استثناء، في الأخذ على يد المفسد، في الإنكار بالكلمة، بالكتابة، بالنصح الصادق الحادث. فالأبناء أيها الإخوة عماد مستقبل الأمة. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم سبيل الرشاد. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، واجعلهم قرة عين بأمتهم، واحفظهم من كيد الأعداء.
إن الحديث عن أثر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في إصلاح أو إفساد الأبناء حديث واسع متشعب وقد يستغرق وقتا طويلا، فنظرا لضيق الوقت ربما تكفي بعض الإشارات لبلوغ الغاية وولي التوصل إلى إيضاح العلاج. كتب ماني زروتن صاحب كتاب الإسلام في العالم، كتب مقالا في صحيفة الساندي تايم في يناير عام 95 و900 ألف الميلاد، يقول فيه: سلاح الغرب السري ضد الإسلام ليس سلاح الدبابات، وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. هناك خيار ينادي به بعض الإسلاميين، وهو توفير البديل الإعلامي من خلال إنشاء قنوات فضائية إسلامية. ثم مضى يقول: لكن هل يأمل أولئك الإسلاميون في مضاهاة التعقيدات التكنولوجية لمحطات البث المعروفة BBC وCNN وغيرها؟ ولو نجح البديل الإسلامي فإن الإسلاميين سيضطرون إلى استخدام مفهومات وقيم غربية لتسويق برامجهم الإعلامية المنشودة. يبدو أن الغرب يتحكم الآن في موجات بث أفكاره إلى جميع أنحاء العالم، وهذا من شأنه أن يحسم معركة الصراع الغربي الإسلامي لصالح الغرب. أعتقد أن العالم سيشهد صراعا حضاريا بين الإسلام والغرب، ولكن ليس على الأرض وإنما في الفضاء، وإذا حاول المسلمون منع الغزو الإعلامي فسيفشلون هذا هو رأي صاحب المقال الذي تشم فيه رائحة التعصب الغربي، رائحة الشماتة بإمكانيات المسلمين المتواضعة. والمسلم ينبغي عليه أن لا يفرق بين إعلام غربي أو عربي فيما يتعلق بحكمه على المواد الإعلامية من حيث الحلال والحرام، من حيث نفعها أو ضررها. فالضرر ضرر سواء جاء من كافر أو جاء من مسلم أو جاء من عربي أو غربي، هو ضرر. أيها المسلمون، الإعلام سفير عالمي، سفير لقيم وأفكار وأخلاق من يقومون عليه، والإعلام ضيف مشرعة له جميع الأبواب، يدخل من خلالها كل بيت في كل يوم من أيام السنة من دون تحديد موعد ولا مراعاة لزمان ولا لمكان. ضيف ملازم للكبير والصغير والرجل والمرأة والشاب والفتاة، كلهم يقدرونه ويهبون له أحسن الأوقات وأطولها، يسمرون نحوه أنظارهم وينصتون له أحسن الإنصات. وعلموا أم لم يعلموا فإنهم يتربون على مواده أخلاقيا وثقافيا وفكريا وسلوكيا، ويتطبعون بالطباع التي يغذيهم بها ليل نهار. وبعضهم يرغب في أن يستحوذ على هذا الطيف وحده، فينفرد به في غرفته تلفزيونا كان أو مذياعا أو فيديو أو صحيفة أو مجلة، ويبقى معه بذهن منفتح وسمع مشدود وبصر متقد. فلا شك أبدا، لا شك في كون الإعلام من أقوى إن لم يكن أقوى عوامل التأثير على الإنسان. وإذا كانت سن هذا الإنسان سنا حرجة، سنا تكون فيه شخصيته قابلة للتشكيل، وأقصد سن المراهقة، فإن للإعلام في تلك السن أكبر الأثر وأخطر الأثر. ونحن نرى كيف يتحكم الإعلام في تصرفات وأخلاق كثير من هؤلاء المسافين حولنا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. من هنا ندرك أهمية ضبط المواد الإعلامية المتدفقة على الشباب، على عقولهم، على أخلاقهم، على دينهم، لأنهم وهم في تلك المرحلة من العمر مهيئون للتأثر بجميع أنواع الإفساد والتخريب بكل سهولة وبأقل مستويات المناعة أو المقاومة. أيها المسلمون، أيها الآباء، إننا
لا نملك سلطة على وسائل الإعلام، ولذلك فإننا في حالة سماحنا لها بالوصول إلينا وإلى أبنائنا وبناتنا بلا تحفظ ولا تمحيص ولا نظر شرعي نكون في أكبر حالات الاستسلام والخضوع لتأثير تلك الوسائل. وقد اتخذ كثير من المسلمين مع الأسف مبدأ استسلاميا سبق وأن ذكرنا طرفا منه فيما مضى، حيث يقولون إننا لا نستطيع الانفصال عن الواقع، فليس هذا من المصلحة، ولا بد للأبناء من التعرض لجميع وسائل الإعلام بغثها وسمينها وحلالها وحرامها وصحيحها وباطلها وخيرها وشرها، لا بد حتى يعرفوا الحق ويعرفوا الباطل. ونحن لن نتركهم إن شاء الله، بل سوف نرشدهم ونبين لهم الصواب من الخطأ. هذا ما يقولون. وبعضهم يقول إننا لو منعنا عنهم هذه الأمور في البيت شافوها مثلا ثاني، وآخر يقول خليهم يكتشفون بأنفسهم. إن مثل هذه العبارات والمفاهيم ما لم نرجعها إلى قاعدة واحدة أصيلة فسوف تخضع لعديد من الاتجاهات، سوف تخضع للأهواء، سوف تخضع للفلسفات المتنوعة غربية كانت أو عربية، سوف تخضع للمنطق العقلاني المجرد وهو منطق لا ارتكاز له، فلكل إنسان منطقه وقناعاته الخاصة به، فكيف نعرف الصواب من الخطأ والآراء شتى هكذا؟ فإذا لابد من منهج سليم موثوق نرجع إليه عند الاختلاف ونبني عليه موقفنا تجاه مثل هذه القضايا الحساسة. والآن أي منهج خير من منهج الشريعة الخالدة، شريعة الله تبارك وتعالى القائل قل أأنتم أعلم أم الله، والقائل هو أعلم بكم، والقائل سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والقائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون سبحانه وتعالى. وعندما ننظر ونتأمل في مقاصد الشرع الحكيم نجد أن الشرع يقصد حماية المسلم لا علاجه بعد المرض، يقصد قطع الطريق طريق الشر عنه قبل أن يصل ويستحكم. نجده لا يغامر ولا يقتحم مواقع الفتن، بل العكس تماما، نجده لا يسترط عند التعامل مع أبواب المحرمات والشبهات سوى أسوأ الاحتمالات. ولذلك أقام الباب العظيم باب حماية المسلم ووقايته، باب سد الذرائع، باب الابتعاد عن مواطن الفتن أبعد مسافة ممكن. ذلك أن الإنسان ضعيف لا يؤمن عليه الزيغ والافتتان، وخلق الإنسان ضعيفا لا يؤمن عليه الافتتان، ولو كان أعبد الناس ولو كان أعلم الناس ولو كان أتقى الناس، فكيف بالشاب المراهق؟ كيف بالشاب المراهق؟ ومن الأدلة على قصد الإسلام إبعاد المسلم عن مواطن الفتن للزج به فيها من باب خليه يكتشف بنفسه الذي هو منطق بعض الآباء، قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد معهم. وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد حذر الله تبارك وتعالى آدم وحواء ألا يقرب الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لماذا؟ لأن القرب، مجرد القرب من موطن الفتنة يفضي إلى الوقوع في حبائلها، يفضي إلى خطورة مباشرتها، وهذا ما حدث فعلا لما عصي أمر الله تعالى لهما بعدم القرب. قال ابن عطية في شرحه لهذه الآية وهذا مثال بين في سد الذرائع ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنى بين ضراني المشركين، لأن مخالطتهم تؤدي إلى الإلف والمودة والموالاة والتشبه. قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين،
قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود، كناية عن البعد الشاسع، لا يستطيع أحد منهما أن يرى نار الآخر. والأدلة على حسم الشريعة لمادة وسائل الفساد كثيرة، فهذا هو موقف الإسلام من أي وسيلة تفضي إلى الفساد، لا مجازفة ولا تجارب ولا ما شابه ذلك، وإنما هي الحماية والوقاية والبعد، لأن ذلك أبرأ للدين وأسلم له. فينبغي على كل مسلم مسؤول عن رعيه، أبناء بنات، ينبغي عليه أن يحفظهم، أن يحميهم من شر الإعلام وشر وسائله، وإلا والله سوف يسأل عنهم، سوف يسأل عن واجبه تجاههم من قام به أم فرط فيه، وحينها لا ينفع الندم، بل حتى في الدنيا فإن عواقب إهمال الأبناء وخيمة وخيمة. وفي جولة قام بها أحد الدارسين في رمضان في أوساط الشباب حول واقعهم، خرج بهذه النتيجة: 45% منهم يتابعون القنوات الفضائية، لا يشاهدونها فقط، لا، بل يتابعونها باستمرار ويشاركون في برامجها. أما الفيديو فالذين يتابعون الأفلام من تلك الشريحة 40%. ونحن نعلم أيها الإخوة ما نوع الأفلام التي يتابعها معظم صغار السن هؤلاء، فإن لم يكن لدينا تدارك في هذا الأمر من باب الخوف من الله تعالى أن يسائلنا عما نعول، فعلى الأقل من باب الإشفاق والرحمة بأبنائنا علينا أن نبحث لهم عن البديل ولو كان متواضعا ولو كان قليلا، لأن الحلال القليل كثير عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأبنائنا بحفظه، إنه سميع مجيب. فإن كانت تلك الاستبانة التي ذكرناها قبل قليل في رمضان حيث تصفد الشياطين، فكيف في غير رمضان؟ إنه أيها الإخوة غزو جديد لا تشارك فيه الطائرات ولا الدبابات ولا القنابل والمدرعات، غزو ليس له في صفوف الأعداء خسائر تذكر، فخسائره في صفوفنا نحن المسلمين. إنه غزو الشهوات، غزو المرأة الفاتنة والرقصة الماجنة والشذوذ والفساد، غزو الأفلام والمسلسلات والأغاني والرقصات وإهدار الأعمار وتضييع الأوقات. إنه غزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم بالله، في أخلاقهم، في دين وأخلاق أبنائهم. إنه غزو لنا في عقر دارنا ونحن نسمع لذلك الغزو، فكيف يكون موقفنا منه إذن؟ كيف يكون موقفنا من هذا الغزو المخيف؟ الاستسلام والانبطاح كي يتلاعب فينا وفي أبنائنا؟ اللهم لا. لكن يا إخوة، لن يستطيع أحد صد هذا الغزو حتى يطفو من غفلته، لن نستطيع أن نصده حتى نصفى من الغفلة، فإن التيار جارح بعنف وقوة ولكنه بطيء المفعول نوعا ما. فهم يخططون على المدى البعيد لإنشاء جيل بعيد عن دينه، لكن من يتنبه؟ من؟ مع أن القس زويمر قال بصريح العبارة، قال في مؤتمر القدس للمنصرين الذي عقد في القدس عام 1935 ميلادية، قال: إنكم إذا أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها أخرجتم المسلم من الإسلام. هم لا يقصدون أن يدخلوه في النصرانية، أخرجوه من الإسلام، أخرجتم المسلم من الإسلام وجعلتموه لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب حتى تصبح الشهوات هدفه في الحياة. فهو إن تعلم فلحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكب ففي سبيل الشهوات. إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات، هذا كلامه، وتلك هي وصيته للعمل ضد المسلمين. وأي وسيلة أنفذ وأقوى من الإعلام تنفذ بها تلك الوصية. ولذلك ينبغي أن نفزع لإعانة أبنائنا على مقاومة هذا الغزو، ينبغي أن نتغلب على أهوائنا نحن لأن نكون قدوة لهم.
فإن الهوى يا إخوة له سكرة خادعة لا يصفو منها إلا من نور الله بصيرته. قال الإمام ابن القيم: إن التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. أيها المسلمون، الصحبة لها أثر قوي على هداية الأبناء، فكيف نستثمرها؟ أسأل الله تعالى.